بغداد، حيث طرح الوفد التركماني جملة من القضايا التي تخص الأوضاع في كركوك والمناطق التركمانية، مطالبا بضرورة الإبقاء على الملف الأمني في تلك المناطق بيد القوات الاتحادية وعدم السماح لقوة الأسيش والبيشمركة الكردية بالعودة إلى تلك المناطق. كما تمت خلال اللقاء مناقشة انتخابات محافظة كركوك وتحقيق الإدارة المشتركة بين مكوناتها، بهدف طرح رؤية التركمان ومطالبهم بشأن الأوضاع في كركوك والمناطق التركمانية الأخرى. التقى وفد من الهيئة التنسيقية العليا لتركمان العراق مع رئيس الوزراء حيدر العبادي في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة بغداد، وطرح الوفد التركماني خلال اللقاء جملة من القضايا التي تخص الأوضاع في كركوك والمناطق التركمانية في توسخرمات وداقوق وتل عفر وغيرها، حيث قدم الوفد شكره إلى العبادي لأوامره بدخول القوات الاتحادية إلى كركوك والمناطق الأخرى وفرض القانون والسلطة الاتحادية فيها. كما طرح وفد الهيئة التنسيقية التركمانية رؤية المكون التركماني بشأن انتخابات محافظة كركوك وتحقيق الإدارة المشتركة بين مكوناتها، وطالب الوفد أيضا رئيس الوزراء بضرورة الإبقاء على الملف الأمني في تلك المناطق بيد القوات الاتحادية وعدم السماح لقوات الأسيش والبيشمركة الكردية بالعودة إليها. وفي تصريح لفضائية تركمانلي عبر الهاتف، تحدث نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية وعضو مجلس النواب حسن توران عن تفاصيل لقاء وفد الهيئة التنسيقية العليا لتركمان العراق مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، وصفنا اللقاء بالإيجابي والمثمر. اليوم كان للهيئة التنسيقية التركمانية لقاء مهما جدا مع دولة الرئيس الدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي. وفد الهيئة التنسيقية ضم جمع من النواب وكذلك ممثلي كافة المناطق التركمانية. تم الحديث بكل صراحة وشفافية بعد أن شكرنا الرئيس رئيس الوزراء على عملية فرض القانون على مناطقنا التي كانت تنتظر تصحيح هذه المعادلة منذ 14 سنة وإعادة سيطرة القوات الاتحادية على كركوك وطوز وتل عفر. كانت خطوة مهمة واستراتيجية بالنسبة للمكون التركماني وبالنسبة للعراق للحفاظ على وحدة العراق ومنع تقسيمه ومنع انفصال أي جزء من عنده. تحدثنا بكل صراحة وشفافية مع دولة رئيس الوزراء عن معاليه المكون التركماني، وكذلك تحدثنا عن الملف الأمني في هذه المناطق وضرورة أن تبقى بيد السلطات الاتحادية حصرا ولا يسمح بعودة الأسايش والبيشمركة إلى هذه المناطق. كذلك تحدثنا عن الإدارة المشتركة وضرورة أن يتمتع التركمان بفرص متساوية مثل المكونات الأخرى في إدارة هذه المناطق. السيد رئيس الوزراء استمع لكل المطالب التركمانية. تحدثنا أيضا عن ضرورة فتح مطار كركوك لأنه مشروع استراتيجي وحيوي، ووعد السيد رئيس الوزراء بدراسة هذه المطالب والاستجابة لها. نكرر شكرنا للسيد رئيس الوزراء لتحقيق هذه الزيارة. تحت عنوان